نعم. حفظك الله، ما نصيحتكم لمن يتأثر بخوارج العصر ويدافع عنهم ويسميهم بأنهم مجاهدون؟ كذلك هذا لا يأخذ بأقوال أكابر العلماء وتوجيهاتهم. الواجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يعني يحذر أن يقع يعني في أمور ترديه وتضله. وهؤلاء يعني كونهم مجاهدون، نعم مجاهدون، ولكن في سبيل الشيطان، هم مجاهدون في سبيل الشيطان. فالإنسان يحذر أن يغتر يعني بهؤلاء، ويحذر أن يتكلم في الحق وفي العلماء الذين يبينون الحق. نعم.